تمام، فهنا جينا للإعدادات. لاحظوا بالعربي هو، تمام، هيو بالعربي، فبدنا اللانجويج، اللغة، هاي لغة الإدخال، اللغة، فبدنا نحولها لإنجليش. هاي إنجليش أستراليا، واتيفر، مش مشكلة، أي إنجليش، تمام. هاي اللانجويج تبعت التطبيق صارت انجليزي، فالتطبيق الان لما نشغله بيشتغل على اساس انه انجليزي، تمام. اوكي، كيف بدنا نحول التطبيق؟ هنا التطبيق زي ما شفنا اخر مره شغلناه كان انجليزي، الان بدنا نستفيد من الفاليو، تمام، ونستفيد من الفولدرز قلنا هذه، عشان نحول التطبيق يكون بلينجوال. بلينجوال اللي هو بلينجوال معناته ثنائي اللغه، بقلب عربي وبقلب انجليزي تلقائي، بشكل تلقائي، تمام. اول شيء بدنا اللي اوت، هذا الفولدر لي اوت، بدنا نقلب بروجكت، تمام، ونروح على هيئه المين في الريسورس، هذا بدنا نعمل دايركتوري جديد اللي هو فولدر يعني، بس هنا بيحكوا عنه دايركتوري، تمام، فهرس، تمام. فانا بدي اكتب هنا لي اوت واحط ماينس، ماينس ساين، مش اندر سكور، ماينس، تمام. اللي اوت موجود، فانا حطيت اندر سكور وكتبت ايش، اي ار، هو بيعرفها هاي، بسموها اللي هو اكستنشن. اي اكستنشن جديد تكتبه زيادة عن الفولدرز اللي موجودة، تمام، زي مثلا هاي حسب السايز، هذه السايز يعني كل فولدر هذا بيجي للسايز، تمام. انا ممكن احط السايز وممكن احط اي ار، تمام، فانا اخترت الحين اي ار، يعني هذا اللي اوت اي ار، في حالة ما انه يكون اللانجوج اي ار، روح خذ اللي اوت من هذا الفولدر، ما تروحش على هذا الفولدر، يعني هذا اللي اوت اللي هو اكتيفيتي دوت مين بدي اخذ كوبي منه، تمام، والصقه هنا بيست، فصار الفولدر نفسه موجود في في الفولدرين، يعني صار اللي اوت نفسه تخطيط الشاشه صار موجود في الفولدرين، في اللي اوت وفي اللي اوت اي ار، نفس الملف في الاكس ام ال، بس الملف اللي ثاني اللي تحت هذا ايش بدي اسوي فيه انا؟ هيو زي ما احنا عملنا، بس انا بدي اضيف له اللي هو الدايركشن على اساس ان انا اخليه باللغه العربيه، فانا بدي اقول له دايركشن، هي هون لي اوت دايركشن رايت تو ليفت، ار تي ال يعني رايت تو ليفت، تمام. وهنا كمان في عندي شغله اللي هو تكست دايركشن، خليها دايركشن برضو، هي تكست دايركشن ار تو ال، اللي هو رايت تو ليفت، التكست بحكي على النص على اساس انه مباشره يكتب عربي او يعطيني الكيبورد العربي، تمام، ممتاز. اذا الان زي ما انتم شايفين هاي اللي اوت دايركشن والتكست دايركشن. طيب الان بالنسبه للاحرف، بالنسبه للكلام، يعني هذا مثلا يوزر نيم حضلها نفس الشيء، وهي الهنت، الهنت انتر اي دي، تمام، وهاي اللي هي المكتوبه باسورد، تمام. كل التكست اللي موجود على الازرار والتكست اللي موجود على الشاشه سواء كان تكست فيو او هنت، هذا بتروح انت بتغيره من الفاليوز، بتروح على فولدر الفاليوز، هذه الفاليوز اللي هي الاسماء اللي انت سميتها، اي اسماء انت سميتها في التطبيق بدك تعرفها وتاخذها من الفاليوز، تمام، ممكن تتعامل معها. الان بنشوف كيف انت بتصير تطورها. الان هاي الريسورس، برضه بروح للريسورس بقول له ايش، بقول له نيو ودايركتوري، تمام، دايركتوري، وبكتب هنا values minus ar، تمام، عربي، يعني معناته انه حيروح لهذا الملف string، هو اللي بيحتوي على كل المسميات تبعت التطبيق، string اللي هي كل الاشياء اللي انا بسميها بشكل static، تمام، بسميها في ملف string، هيو ملف string اللي هو XML، تمام. الان انا بروح بعمل كوبي من هذا، كوبي، وبلصقها وين؟ في الفاليوز اللي هو r.
طبعا لازم يكون نفس الاسم، هاي سترينج وهي سترينج، وبده يكون اي اسم هنا سميته باللغه الانجليزيه بدك تسميه باللغه العربيه، ما بينفعش يكون مسمى بالعربي ومش مسمى بالانجليزي، هيعطي لك ايرور مباشره. تمام، هيعطيك ايرور، يعني اي شيء لازم تسميه هنا لازم تسميه هنا. تمام، عشان هيك لو انا مثلا هي اسم التطبيق لوج ان، طيب لو انا بدي اسميه هنا بالعربي، هذا بدي اسميه ايش؟ شاشه الدخول بالعربي، اسم التطبيق بالعربي شاشه الدخول. طيب لحظه محمد، محمد عشان انا بعطي محاضره يا بابا، تعلوش صوتكم. تمام، فانا سميت التطبيق شاشه الدخول، سميته شاشه الدخول، هذا بالعربي. لما يكون بالعربي حيكون اسمه شاشه الدخول، لما يكون بالانجليزي حيكون اسمه لوج ان 02، اسم هذا اسم التطبيق، الاسم اللي حيظهر تحت الايكون، تحت الايكون تبع التطبيق. تمام، الان ممكن انا اسمي الاشياء الثانيه اللي في التطبيق، مثلا اللي هو البوتونز، خلينا نسمي البوتونز اي كنترول سي. تمام، هذا اللي هو الساين بالانجليزي ساين. تمام، وهنا بدي اسميها هاي اللي على الزر، هاي اللي على الزر، زي ما هي، خليها زي ما هي، اللي هي ايش كانت هذه الساين بالانجليزي، طبعا هذه لانه هذه شاشه الانجليزي، هذه كانت الاسم الزر اللي على الزر كان ساين ان. صح، هذا الاسم تبعها هنا اللي على الزر ساين ان. تمام، هذه خليها اسمه. تمام، شايف هنا معطيك علامه حمراء، لا أنا يعني مش موجوده هنا في الثاني، هذه بالعربي احنا احنا خلينا بالانجليزي بالاول، نعملهم كلهم وبعدين نيجي. تمام، هلا هذا للبوتون الثاني، هي تبعت كلير. تمام، نسميها كلير هنا. تمام، بعدين اللي بعدها اللي هي يا جماعة شو هي؟ اللي هي يوزر نيم. تمام، هاي يوزر نيم اللي موجودة على التكست فيو. تمام، وباسورد إذا بدك على الهنت كمان ممكن تحط، يعني خلينا نحط مثال على الهنت موجودة. تمام، خلينا نحط مثال على الهنت، هيها إيش كانت؟ كانت يوزر اي دي. تمام، أو انتر اي دي كانت. تمام، هذول كلهم انت سميتهم هذا الاسم وهذا القيمه. تمام، بدك تاخذهم ثاني هنا في السترينج وتعطيهم اسماء، يعني هذا بدنا شيء خلصنا. تمام، الان هذا اللي هو ايش؟ دخول، الزر مكتوب عليه دخول، هنا بدنا نكتب مسح. تمام، وهنا بدنا نكتب اسم الدخول، سوري. والماوس بروح. شايفين هذه؟ بدها تسكر. تمام؟ اسم الدخول بالعربي. اسم الدخول، وهي كلمة المرور.
الشكل. كلمة المرور هاي هذول كلهم رايحين تبعتهم. تمام، انتر اي دي هاي بنخليها ادخل. تمام، إذا نفس المسميات اللي هناك ارجع فيه هون غلط. هاي بدها كده وهاي بدها كده. تمام إذا تمام يا جماعة. إذا أنا كل المسميات اللي أنا حطيتها هون باللغة الإنجليزية برضو رجعت سميتها باللغة العربية. فهمنا الفولدر هذا إيش معناته؟ يعني أي مسميات أنت هنا بتحطها باللغة العربية بدك تحطها مقابلها إلها باللغة الإنجليزية. هذا معناته التطبيق صار إيش؟ بلينجوال، يعني ثنائي اللانجوج، ثنائي اللانجوج. الآن لو أنت شغلت التطبيق، تمام، هتلاحظوا باللغة الإنجليزية يعني مباشرة حتلاقي انه باللغة الانجليزية. تمام، لحظة بس شوية. شباب انتم معايا؟ احكي يا محمود امجد موجودين معايا؟ تمام معاك يا دكتور. تمام، خليكم معايا بس لحظة شوية. لحظة بس عشان الأولاد عاملين قلق وبس بدي أحكي. تمام شباب، معلش رجعت مرة ثانية. نرجع مرة ثانية. الآن جاهز البرنامج تقريبا، بكون شغال هياته. صار شغال هذا لأنه إنجليزي. الآن يعني هنا لو كتبنا أحمد وهنا 1 2 3، زي ما انتم شايفين ويلكم تو أب. لو احنا غلطنا وعملنا ساين هيقول لي هنا ايرور، نفس الكلام اللي احنا المرة الماضية. الآن لو رحنا غيرنا اللانجوج تبعت الأوبريتنج سيستم من خلال الإعدادات، لو إجينا على الإعدادات هون على سيتنج ورحنا غيرنا عند اللانجوج، إجينا يعني خلينا نيجي عند اللانجوج، هاي اللانجوج تمام، اللانجوج أند إنبوت وهنا لانجوج، واخترنا العربية، هذه العربية. تمام، مجرد ما إحنا اخترنا العربية، لاحظ هيا إحنا اخترنا اللانجوج، ارجع على التطبيق. سوري، اخترنا العربي صح؟ هيا مختارين العربي. تمام، الآن ارجع للتطبيق. ماشي، هو اوريدي شغال البرنامج. لو بدنا نرجع هيك، شوف هاي التطبيق. تمام، مباشرة ما قلب. ليش ما قلبش هذول؟ لاحظوا انه قلب بالعربي، وهنا لما تيجي تضغط بيجيب لك الكيبورد العربي، يعني جاهز. المفروض هذول اديته القيم من الفاليو من السترينجز، مش كتبته مباشره دايركت. بالضبط، احنا ممتاز يا محمود، ممتاز. ايش الغلطه اللي عملناها؟ يعني كويسه الغلطه هذه، عشان ايش؟ عشان تركزوا شويه. احنا سجلناها في السترينج لكن ما حطيناهاش في اللي اوت، لازم نحطها باللي اوت عند العربي هنا.
شايفين اللي اوت اللي بالعربي، بدك تيجي عند اللي اوت اللي بالعربي بدك تحطها. تمام، خلينا نحطها بالعربي وبالانجليزي ونعمل كوبي، وبعدين الدايركشن هذه سهله نعملها كوبي ثاني. يعني خلينا نيجي هنا، وين حطينا اول شيء؟ هنا اليوزر نيم. تمام، بدك تشيلها هذه. تمام، طلع تحط ات بيجيك على طول هذه يوزر نيم، هي بتاخذها من وين؟ من سترينج. تمام، هي هذه هيك ات سترينج يوزر نيم، يعني وكانه انا باخذ اليوزر نيم من سترينج، فحيديك القيمه تبعتها. تمام، هيصير لك هنا القيمه اللي موجوده ليوزر نيم في وين؟ في ملف سترينج. هاي الملف يوزر نيم في ملف سترينج ايش هي؟ اللي هي هذه. تمام، هاي معناتها. تمام، بنيجي لايش كمان؟ هذه الهنت برضو اخذناها من هناك، يعني هون بدل ما تكتبها بتاخذ اللي هو المتغير تبعها. وين المتغير تبعها؟ الهنت هي. تمام، بعدين ايش كمان؟ هذه الباسورد. تمام، ات اللي هو باسورد، وين سترينج باسورد. تمام، نفس الشيء هاي الهنت. ماشي، هذه ما هو الهنت، هذه مش مشكله خليها زي ما هي، بدنا شيء اياها خالص الهنت هذه عشان ما حطنا الهاش. تمام، الساين ان الزر، ايوه ات ساين ان. تمام، وهنا برضو كلير بدي اخذها من وين؟ من السترينج هاي. تمام، اذا انا خلصت هاي الفايل، الان باخذه كله كوبي زي ما هو كوبي، وبعمل له بيست هون في بالفولدر هذا، هاي بيست. تمام، بيقول لي اوفر رايت، ماشي اوفر رايت. تمام، بنرجع نعمله ثاني هذا العربي، لانه عملنا اوفر رايت راحت هلا، بس اعمل له اللي هو العربي عملناه ثاني. دايركشن تكست دايركشن رايت تو ليفت، والدايركشن اللي اوت دايركشن كمان برضو اش ار تو ليفت. تمام، هيك البرنامج لما تيجي تشغله تمام. ما بدكوش يا شباب تطلعوا وتنزلوا، لانه بتلاقيني انا بدي اصير انا بس اضيف. طيب، تمام، لاحظوا انه شاشه الدخول صارت بالعربي، كامله بالعربي. لو ضغطت انت هنا بدي اخذ بالعربي، ليش؟ لانه انا حولت التكست دايركشن. تمام، ف اذا بدك انجليزي بدك تضغط هنا. تمام، وهي احمد. طب هل المسج تحولت؟ المسج، هل المسج تحولت يا جماعه؟ يعني انا بدخل دخول هنا ويلكم، انا ما في السترينج ستدي. تمام، فهنا برضه ممكن انا احط المسجات كمان اعملها، يعني اخذها من الات سترينج، يعني برضه كمان في الكود، برضه كمان في الكود ممكن انا اصل لسترينج. يعني كيف ممكن اصل للكود من للكود؟ هي جافا كود. خلينا نتعلمها برضه. ارجع على اندرويد اسهل، على السريع بتصل للبرنامج تبع جافا. تمام، كيف ممكن نصل للكود هنا؟ يعني لو انا كنت حاطط شيء في السترينج وبدي اصل له لهنا، يعني هذه الكلمه بالعربي بدي اجيبها من السترينج، هل بينفع ان انا احط ات؟ تمام، بينفعش ان انا احط ات هنا. تمام، هذه المنطقه ما بينفعش ان انا احط ات فيها، لكن كيف انا بدي اجيبها؟ انتبه شوي، ركز هنا. ويلكم كانت ويلكم، طلع ركز، اي شيء بدك تجيبه من السترينج بتجيبه بالطريقه التاليه. طلع هنا بتقول له هنا جيت ريسورس. طيب خلينا نقول السترينج، ماشي خلينا نجيبه بالاول. جيت ريسورس، اي جيت ريسورسز دوت جيت كونفيجريشن، احنا بدنا من جيت سترينج، جيت سترينج هاي جيت سترينج. تمام، هاي من جيت سترينج الاي دي السترينج اي دي
اللي هو أو at at string resources. لا مش هي مش هي get string بدي أجيب لك إياها. استنى get مش get string هنا. تمام. get resource name integer resource id. هذا بده resource id. get string id بده اللي هي ال id تبعت ال array. خليك برسمي. تمام ماشي. تمام خليكم معنا شباب. get dimension get drawable بده ال id. تمام get string هذه get string لو انا قلت له هيك دوت ايش هيجيب لي؟ هذا الخاص بالسترينج. تمام هنا ايش بدي اقول له؟ ار دوت سترينج. تمام هذا عين وصلت للسترينج. تمام دوت هاي هو. شوف كيف وصلت لهم انا. اللي هو اي شيء حاطه في السترينج. تمام يعني انت حطه هنا بالسترينج باللغه العربيه. الفاليوز بدك تحطه بالسترينج صح؟ هذا لاحظ شوف كيف بيجيبها لما تكون انت اندرويد بتكون انت مش شايف. هذا العربي وهذا الانجليزي، هيو جايب لك اياهم، هذا العربي وهذا الانجليزي. طيب هاي الانجليزي خلينا ناخذ شيء. هاي مسج. تمام مسج. تمام وهنا لما يكون انجليزي يقول لي ويلكم تو اب. تمام لما يكون عربي هاي برضه نفسها بدك تاخذها وين؟ على العربي. هاي العربي. تمام ماشي 10 دقائق اوكي. بدنا نقول له اهلا وسهلا بالتطبيق. هذه مهمة دير بالك على اساس تعرف انت كيف بدك تجيب مسج من هون. اهلا وسهلا بكم في التطبيق. تمام هاي الامثلة. كمان المسج من الكود بتقدر تصل للريسورسز. يعني كمان من الكود من هنا بتقدر تصل للريسورس. يعني هنا دوت بتقول له دوت ايش؟ ايش اسمها؟ اللي هي مسج هذه. تمام؟ هلا هون سكر. وهنا طبعا ايش؟ بتقول له هنا string my str يساوي. طبعا هذا بيرجع string صح؟ وهنا الماي str ايه كنترول سي تحطها هنا. تمام؟ فهذه بدها تكون الماي. وهنا الايرور برضه بتعمل زي هيك. في الايرور برضه بتعمل زي هيك. الان لما انت بدنا نشغل لما يكون التطبيق عربي بده يديني المسج العربي. لما يكون تطبيق انجليزي بده يجيب لي المسج الانجليزي. خلينا نجرب. مين مش فاهم بدي تردوا يا شباب. مين مش فاهم اللي انا بحكي فيه معايا انتم؟ يعني انا يعني انا وصلت للمسميات من الكود كمان. تمام يعني هون هاي كتبت احمد. تمام هون كتبت 1 2 3 ولما ضغطت له دخول اداني مسج بالعربي اهلا وسهلا بكم في التطبيق. تمام لو انا كنت انجليزي محول انجليزي هيقول لي ويلكم تو اب. يعني لو انت رحت حولت على اللانجوج اللي هو الانجليزي. تمام نرجع نحول الانجليزي فنروح على الاعدادات ونروح على اللانجوج. تمام اللغة هاي الانجليزي تبع استراليا مش مشكلة هلا اوكي. تمام هاي قلبت انجليزي. ارجع على التطبيق تبعنا.
التطبيق من هنا ممكن تجيبه من هنا، هو شغال اصلا هاي التطبيق تمام. هاي قلب انجليزي لوحده. الان اعمل ساين ان، شوف ويلكم تو اب، لاحظ العمليه كيف ريسبونسيف. هنا اجت عمليه الريسبونسيف. انا قلت لك الفولدرز هذول كلياتهم لهم علاقه بالريسبونسيف، يعني كمان البلينجوال لانجويج. البلينجوال قلنا تطبيق ثنائي اللانجويج، التطبيق ثنائي اللانجويج مره باللغه العربيه ومره باللغه الانجليزيه تمام. واحنا اكيد طبعا كل التطبيقات اللي انت هتعملها في حياتك هتعملها ثنائيه اللغه، هتعملها ثنائيه اللغه تمام، على اساس مره انجليزي ومره باللغه العربيه تمام. دكتور بعد اذنك بس هني بقدر اضيف اكثر من لغه ثانيه صحيح؟ طبعا تقدر ان شاء الله 20 لانجوج. دكتور بس هون بتعمل لك كل لانجوج فولدر بالفاليوز، يعني بالفاليوز اختصار كل لانجوج لها اختصار متعارف عليه دوليا، يعني العربي اي ار، الانجليزي اي يو تمام. اختصار اللانجوج هذا موجود تمام، ممكن تعرفه من خلال موجود اصلا في الاندرويد، بيجيب بيعطيك اياه الاختصار هو تمام، على اساس انك انت حتحطه بعد اسم الفولدر. دير بالك بتحط ماينس ساين واسم الفولدر، وحط ان شاء الله عبري بدك تحط، ما فيش مشكله تمام. بس بدك التكست كيف بدك تكتب، كيف بدك تكتب هذا الكلام، يعني المسجات احنا بالعربي لانه اللانجوج الكيبورد عندنا ثنائي اللغه، انت لو بدك تكتب لغه ثالثه عبري مثلا ما فيش على الكيبورد عبري. ترجمة جوجل ممكن يعني، كيف؟ ترجمة جوجل ممكن، ممكن تجيب ترجمة جوجل كيبورد، ممكن تجيب كيبورد تمام، ما فيش مشكله، انت حر يعني تدبر حالك. المهم هذه الطريقه، يعني اليوم احنا استفدنا من الريسبونسيف، وكمان كيف اللانجوج، كيف الشاشه قلبت من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين، قلبناها من خلال برضو انه عملنا فولدر اسمه لي اوت ماينس اي ار ماينس اي ار تمام. كمان السايز، كمان الاحجام يا شباب، احجام التطبيق، يعني احجام التطبيق ممكن انت تغير الاحجام من خلال هنا، يعني انت لاحظ هذا الفولدر شايف هنا ليش جايب 8 صور، يعني هو حاطط 8 صور، كل صوره ماخذ بريسوليوشن اعلى، يعني هنا حجم الصوره اكبر وماخذ ريسوليوشن اعلى. هنا قال يعني اتش دي بي اي، عندك ام دي بي اي، كل هذول اكس اتش دي بي اي، هذول معناتهم سايزات بالبكسل، هذول معناتهم سايزات بالبكسل، يعني قديش السايز، قديش دقه الشاشه بالبكسل. هذول وين موجودين بتلاقيهم؟ قلنا هيو اذا بدك ترجع عليهم في الديزاين هون لو رحت على الاكس ام ال تمام، في الديزاين هنا هاي هم شايف هنا، شايف هنا الاكس اتش دي بي اي تمام، قديش البكسل تبعه 1200 وفي 1920 بالبكسل اللي هو اكس اتش دي بي اي تمام. عندك ال اتش دي دي بي اي بدك تدور عليها، ال اتش دي بي اي هاي، هذه ال اتش دي قديش البكسل في قديش تمام، يعني كل دقه شاشه ممكن تحط صوره بحجم ودقه اعلى، تعمل لها فولدر، تعمل لها فولدر. هذول هذا اللي هو ايش هو اللي هي الشعار، دير بالك يعني هذه الصورة تبعت الاندرويد، هاي الشعار تبع البرنامج، يعني كل مرة اكبر، شايف هي ادق، تيجي اكبر واوضح تمام، على اساس انه كل موبايل حسب السايز، كل موبايل كل حسب السايز هذا كذا، عامل لهم فولدرات. لو انت رحت على البروجكت بوديك العملية افضل اكثر، هيها ميد ماب شايف فولدر كذا تمام، وهذا لمين هي تمام، حاطط صورة مسميها كذا تمام. فهمتوا كيف بالنسبه للسايز؟ طيب احنا هنعمل شغله مثل هذا عشان تستفيد شويه.
بس الآن حناخد تطبيق تاني، وإحنا شوية شوية بنمشي في هدول لنخلصهم كلهم، بدنا نمشي في هدول لنخلصهم كلهم. بس اليوم بدنا ناخد اللي هو النوع الثاني في الـ في اللي اوت، في التخطيط الشاشة، اللي هو اسمه لينير لي اوت. تمام، إذا باقي دقيقتين وبعدين بنكمل. تمام، خلينا نشغل التطبيق ونكمل. هنا عملنا كلوز، هنا ترمينيت. ماشي، في حد عنده سؤال يا شباب؟ تمام، الآن احنا هناخد تطبيق جديد، وهي شاشة امتي وسميناها كالكوليتر، كالك 01 اللي هو كالكوليتر. فينش. تمام، هذا التطبيق هاي التطبيق معانا. تمام شباب، الآن بدنا نشيل هذه وبدنا ناخذ اللي اوت اللي هو ريليتيف لي اوت، نوع ثاني عشان يكون نشتغل على الجهتين. اللي حابب يشتغل باللينير الريليتيف لي اوت زي الكونسترينتس، هذا الكونسترينتس لي اوت اللي هو بالماوس. تمام، نفس الريليتيف لي اوت اللي احنا بدنا ناخذه. تمام، فهلا عشان هيك بدي اياك تركز، للي بحب يشتغل بالماوس تمام فبقدر يشتغل على اللي هو الكونسترينتس لي اوت مشابه للريليتيف لي اوت. تمام، ريليتيف لي اوت هذا. اذا على الديزاين، لو رحنا على الديزاين هنا، هذا المربع، هذا المربع يا شباب. تمام،